صدق أو لا تصدق، أخطاء طفيفة معظمنا لا ينتبه لها قد تهوي بك في نار جهنم 70 خريفا. اليوم سنتأمل هذه الأخطاء التي معظمنا يقع فيها دون أن يدري، وقد تودي به إلى نار جهنم والعياذ بالله، وإليك طرق سهلة للتوبة منها بإذن الله. حتى يتبين لهم أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، كثير من الأخطاء التي نقع فيها يوميا من دون أن ندري، وقد تكون سببا في هلاكنا أو تقذف بنا في نار جهنم ونحن لا نشعر. لذلك اليوم ينبغي أن ننتبه إلى أهم 10 أخطاء يقع فيها البعض وطرق التوبة منها. الخطأ الأكثر تكرارا والذي يستخف فيه كثير من الناس الكلمة الخبيثة. الرجل يتكلم الكلمة من غضب الله ولا يلقي لها بالا، يسخط الله عليه بسبب كلمة فتهوي به في جهنم 70 خريفا، 70 سنة يقذف ولا يصل إلى قعرها والعياذ بالله. وهذا الكلام أكده النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هي الكلمة الخبيثة؟ أنت قد تتكلم بكلمة تستهزئ بها بإنسان مثلا، وهذا الإنسان قد يكون له قيمة كبيرة عند الله. قد تتكلم بكلمة تؤذي بها إنسان بريء، تقذف بها إنسان بريئة، فعلت كذا وهذه ارتكبت الفحش وهي بريئة. فمثل هذا الأمر أخي الحبيب يتكرر ويتكرر ولا تنتبه له حتى يكبك في النار. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم ما يحصد لسانك من الكلام. إذن أخطر شيء اللسان، أخطر شيء اللسان. ينبغي أن تضبط هذا اللسان وأن تتقي الله في كل كلمة تقول. والحل هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وضع التقوى أولا، يعني تذكر أن الله يراك. كلما أردت أن تتكلم بكلمة سيئة على إنسان، قد تكون هذه الكلمة يعني عظيمة عند الله وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذه الكلمة كلما دعتك نفسك أن تتكلم بسوء على إنسان أو تتهمه بسوء، فقط تذكر مراقبة الله لك، وأن هناك ملك يسجل عليك، وأن هذه الكلمة التي نطقت بها اليوم ستجدها أمامك يوم القيامة حاضرة. الله تعالى ماذا قال؟ ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. تجد كلامك السيء في حق فلان وفلان وفلان مكتوب أمامك، تحاول أن تهرب منه لا تستطيع. إذن أخي الحبيب، القضية بسيطة جدا، فقط قوم لسانك، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم. إذا كنت فاشل في بعض الأعمال، في الدراسة، في الوظيفة، في حياتك الزوجية، علاقاتك فاشلة مع الناس،
قل قولا سديدا يرضي الله، الله سيصلح لك هذه الأعمال. القضية الثانية وهي تابعة للقضية الأولى أيها الأحبة، الاستهزاء بالآخرين والتجسس عليهم، وأن تمارس الغيبة في حقهم والظن السيء، كلها هذه مجموعة من السلوك الخاطئ ذكرها الله وحذر منها. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. طيب أنت الآن إذا لم تتب من هذا العمل قد تكون من أهل النار والعياذ بالله. فهذه سلسلة من الأعمال مرتبطة ببعضها قد تؤدي بك إلى نار جهنم والعياذ بالله. احذر التجسس على الآخرين أخي الحبيب، قضية خطيرة جدا. احذر أن تنظر إلى حرمات الآخرين. بعض الناس يحب أن يتتبع عورات الآخرين، ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته وفضحه ولو في بيته والعياذ بالله. فإذا من المهم جدا أن تراعي هذه القضايا التي معظمنا يقع فيها اليوم، وتغض بصرك، لا تتجسس، لا تستهزئ بأحد، لا تسخر ولا تغتب أحدا، وانجو بنفسك. إذا وجدت الغالبية العظمى يمارسون هذه الأعمال صدقني لن ينفعك أحد، ستموت وحيدا وستبعث وحيدا وستلقى الله وحيدا، ولن تجد أمامك إلا كتابك. وكل تذكر هذه الآية، احفظها أخي الحبيب، رجاء الآيات التي نقرأها احفظوها لأنها قواعد، منهج للحياة، وسيلة للنجاة يوم الموت من عذاب أليم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أنت حاسب نفسك. طيب تخيل إنسان يجد الغيبة والنميمة والتجسس والكلام البذيء والكلام الفاحش يجده في كتابه، ماذا سيقول؟ كيف سيدافع عن نفسه؟ الخطأ الثالث أخي الحبيب، كلنا يسعى نحو الرزق لكسب المال، لأن المال يعينك على الطعام والشراب والسكن والزواج وأعباء الحياة، ولكن اليوم نادرا ما تجد من يراعي موضوع الحرام والحلال في كسب الرزق. كثير من الناس لا يبالي ولا يبحث ولا يكترث، المهم أن يأخذ المال، وكما قال بعضهم الحلال ما حل في الجيب. للأسف أصبح هذا المثال اليوم شائعا، لذلك كثير من الناس يقترضون المال ولا يرجعونه إلا إذا ضغطت عليهم وإذا وإذا، أما هو من تلقاء نفسه يعتبره حلالا. كثير من الناس يأكل الربا ولا يبالي، يعتبره حلالا. المال الحرام أخي الحبيب النار أولى به. الجسد الذي نبت من السحت أو من الحرام من أكل المال الحرام النار أولى به، ولا تستجاب دعوته، وهذا ما أكده حبيبكم عليه الصلاة والسلام. لذلك فتش وراء أي مكسب مهما كان صغيرا عن الحلال والحرام، والطريقة سهلة، أعلمك دعاء بينك وبين الله تدعو. قل مثلا أي شيء تعبر به عما في نفسك عن إخلاصك، يا رب أبعد عني كل رزق حرام،
أبعد عني كل مصدر لا يرضيك عني. وبالتالي عندما تسير في هذا الطريق حتى لو أخطأت ودخل بعض المال الحرام، ثق تماما الله سيرشدك ويوجهك للخير وسيسد أبواب الحرام أمامك. أن تتوجه من قلبك لله عز وجل وتقول يا رب أبعد عني كل شيء لا يرضيك عني. القضية الرابعة عقوق الوالدين. كثير وكثير وكثير من الشباب اليوم للأسف الشديد يؤذي أبويه بالكلام، لا يراعي بر الوالدين. أن تبحث عن مرضاة الأبوين، أن تخفض لهما جناح الذل من الرحمة. كم نسبة الأولاد اليوم البارين بأبويهم؟ ربما تكون، لا نريد أن نقول معدومة، ولكن قليلة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى علامة من علامات الساعة، قال إذا أطاع الرجل زوجته وعق أمه، وبر صديقه وجفى أباه. كثير من الأولاد اليوم يرتاح مع أصدقائه، يشعر بالسعادة، ولكن مع أبويه تجده جافا، ينفر منهم، يطيع زوجته على حساب أمه. هذا من علامات الساعة، وهذه الظاهرة كثيرة اليوم أيها الأحبة. وهذا الحديث يشهد بصدق النبي عليه الصلاة والسلام. في زمن النبي كان عقوق الوالدين كان أمر يعني نادر الحدوث، اليوم انتشر كثيرا. عقوق الأبوين أخي الحبيب يوردك في قعر النار والعياذ بالله، انتبه. لأن الله عز وجل جعل عبادته أولا ثم الإحسان للوالدين قبل كل شيء. يعني وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. في آية أخرى أن اشكر لي ولوالديك. انظر يعني كم رفع الله قيمة الأبوين. فعندما تنفر من أبويك ولا تعلم أن بر الوالدين من أسهل أسباب دخول الجنة، رغم أنف امرئ أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يدخله الجنة. يعني أنت الآن لديك أب وأم أو أحدهما، هذه الأم هي سبب سهل لدخول الجنة، فقط قليل من البر الطاعة، تسهر على راحتها، لا تؤذيها في الكلام. يعني اليوم أصبح أحدنا أيها الأحبة في هذا العصر إذا كان ابنه لا يؤذيه يقول لك ابني من أروع ما يكون لم يؤذني، فقط أنه لا يؤذيه. فكيف إذا كان هذا الولد يؤذي أبويه بالكلام، بالسلوك، لا يسمع منهما، لا يأخذ بنصيحتهما، يعصي أمرهما، يخرج ويسهر ويغيب مع أصدقائه ومع كذا ولا يبالي بأبويه؟ هذا الأمر أخي الحبيب اعلم إذا حدث معك أن الشيطان قد استحوذ عليك تماما. مجرد أن تتخلص من الشيطان ستعود لبر الأبوين مباشرة إن شاء الله. الخطأ الخامس أخي الحبيب هو كارثة وليس بخطأ، ولكن للأسف اليوم كثير من الناس لا يبالي بموضوع الصلاة، وهي عماد الدين وعمود الدين، وهي أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة. فإن صلحت صلح العمل كله، وإن فسدت فسد العمل كله.
ماذا قال الله في حق من أضاع الصلاة؟ انتبه معي إلى هذه الآية في سورة مريم. فخلف من بعدهم خلف، من بعد الأنبياء الكرام، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. وكأن ترك الصلاة لابد أن يلحقه اتباع الشهوات، مرتبطان ببعض. لذلك اليوم يعني عندما تجد شخص ملتزم بالصلاة أوتوماتيكيا تجده بعيد عن الشهوات. لماذا؟ أو الفواحش. لماذا؟ لأنه مضطر أن يتوضأ 5 مرات، أن يقيم الصلاة 5 مرات، فيبقى على طهارة، وبالتالي حتى لو أراد أن يعصي الله هناك صعوبة يعني. لذلك أخي الحبيب، ما عقوبة هؤلاء الذين أضاعوا الصلاة؟ فسوف يلقون غيا. الغي هو واد في جهنم والعياذ بالله، واد عميق يعني يقذف فيه تارك الصلاة فلا يعرف قعرا له. طيب يعني هل يعني أنا ليس لدي عقل لهذه الدرجة أقذف بنفسي في نار جهنم في وادي الغي فقط لكي لا أنفق من وقتي 5 دقائق أقيم الصلاة فيها؟ إذن موضوع الصلاة موضوع مهم وينبغي أن ننتبه له أيها الأحبة. الخطأ السادس أيضا منتشر بشكل كبير، سوء الظن بالله تبارك وتعالى. وذلكم ظنكم بربكم الذي ظننتم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، إقامة لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. لا يسمح لك لا بالمناقشة ولا بالاعتراض ما دمت دخلت جهنم، ولا الاعتذار ولا العودة إلى الدنيا. تسأل البعض كيف حالك؟ يقول لك لماذا فعل الله بي كذا؟ لماذا رزق فلان لم يرزقني؟ أعطى فلان لم يعطني؟ لماذا أمرض وفلان لا يعني يظن ظنا سيئا بالله. بعض الناس إذا ارتكب خطأ يقول الله لن يغفر لي، والله هو غفار الذنوب. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. مهما بلغت ذنوبك يجب أن تستيقن وتعتقد أن الله قادر على مغفرة الذنوب ولو بلغت عنان السماء. المهم أن ترجع وتتوب إلى الله. لذلك الظن السيء يردي صاحبه في نار جهنم. صحح نظرتك لله عز وجل. رزقك لن يأخذه أحد غيرك. يعني الله عندما قال لك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، طيب تذهب لفلان وفلان وفلان وتنسى رب العالمين، إذن هذا سوء ظن بالله. تذهب وتستعين بفلان وفلان وفلان وتسأل فلان وفلان وتنسى رب العالمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. طيب عندما استعنت بفلان وفلان هذا نوع من أنواع الظن السيء بالله عز وجل. بعض الناس يعتقد أن الله لن يرزقه، هذا ظن سيء. أن الله لن ينصره، هذا ظن سيء أيضا. أن الله لن يشفيه، هذا ظن سيء. فانتبه أخي الحبيب، الظن السيء يقذف بصاحبه في نار جهنم. لذلك قال تعالى بعد أن ذكر الظن السيء فإن يصبروا فالنار مثوى لهم والعياذ بالله. الخطأ السابع العمل لغير الله.
انظر إلى حال شبابنا اليوم، يلهث وراء الدنيا، يعمل من أجل فلان وفلان ومن أجل البيت ومن أجل الحياة ومن أجل المعيشة والزواج وكل شيء، ولا يعمل شيء لله، ينسى أصلا أن يعمل شيئا لله. اعلم أخي الحبيب، هذه قاعدة قد تكون مؤلمة، ولكن هذا هو، هذه هي الحقيقة. كل عمل عملته لغير الله اذهب وخذ أجرك منه، يوم القيامة ليس لك شيء، حتى لو قرأت القرآن. يؤتى بقارئ القرآن يوم القيامة وقد قرأ القرآن من أجل المال أو من أجل الشهرة، يقال له يقول ماذا فعلت؟ يقول يا رب قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم وكذا. قال كذبت، قرأت ليقال قارئ وعلمت ليقال عالم. فيؤخذ فيقذف على وجهه فيكب في نار جهنم والعياذ بالله. الإخلاص، قضية الإخلاص في العمل أخي الحبيب، إياك أن تعمل أي عمل لغير الله. أنت الآن طالب، قل أنا سأدرس وأسأل الله أن يعينني على تسخير هذا العلم في سبيل الله. أنت تعمل، قل أنا سأنفق على أولادي لأعفهم وأكفيهم السؤال. تريد أن تتزوج ليكن هدفك هو الله، تقول أنا سأتزوج لأعف نفسي عن الحرام. تريد أن تقرأ القرآن تعلمه للناس في سبيل الله. إياك والنفاق أخي الحبيب، لأن هذه الأعمال فيها نفاق. إذا أشركت أحدا مع الله، أشركت المال أو السلطان أو فلان أو فلان، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، أسوأ من الملحدين على فكرة. إن المنافقين في الدرك الأسفل، يعني الدرجة السفلى والمقام الأسفل من النار والعياذ بالله. نسأل الله العافية. القضية الثامنة أو الخطأ الثامن، وهو أيضا كبيرة من الكبائر، تردك في نار جهنم، ونحن لا نراعي هذا الأمر للأسف. بعض الناس لديه المال فيكنز، يخزن ويراكم الثروة، وهو يظن أن هذا الأمر طبيعي. اقرأ معي هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة. كم كمية الذهب والفضة؟ لم يحددها القرآن. مبالغ فائضة عن حاجتك، ليس لها أي استخدام وليس لها أي، على المدى الطويل لا تستخدمها، قد تموت ولا تستخدمها. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وجلودهم، هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والكنز هو هنا أخي الحبيب ليس المليارات، شيء لا تحتاجه. إنسان يشتري مثلا عقارات ويتركها، يموت ويتركها، هذا نوع من أنواع الكنز، يعني ليس بالضرورة أن يكون ذهب أو فضة. أي شيء لا تحتاجه يجب إما أن تتصدق به لوجه الله، إما أن تشغل هذا الأمر أو هذا في مشروع وتنفق على الناس. كثير من الناس اليوم لديه أشياء فائضة عن حاجته لا يستخدمها في شيء، ستكون وبالا عليك يوم القيامة. مادام لديك شيء فائض ولا تحتاجه أبدا وأمورك مستقرة وجيدة، كل شيء فائض عن حاجتك ليس له استخدام على مدى سنوات طويلة مثلا، اترك الناس تنتفع به ولا تتركه هكذا.
ليكن همك مرضاة الله وليس أن تجمع الثروة فقط. لذلك هذه قضية أيضا خطيرة. بعض الناس يعتقد أن القضية بسيطة ولكن قد تكون سببا في دخول النار والعياذ بالله. القضية التاسعة أخي الحبيب، خطأ وقع به الكثيرون اليوم، وهو إنكار بعض أحاديث النبي الصحيحة عليه الصلاة والسلام دون أي هدف ولا فائدة. الشخص ينكر عذاب القبر، ماذا استفدت؟ ولا شيء. لم يذهب أحد ويرى أنه لا يوجد عذاب قبر ثم جاء ليخبرك. لدينا مجموعة من الآيات والأحاديث، إذا كذبتها وفوجئت بوجود حياة في القبر وعذاب أو نعيم، ما هو موقفي؟ طيب أنا أصدق هذه الأحاديث، على الأقل أن العلماء قالوا إنها صحيحة، آلاف العلماء، وأنجو بنفسي، لماذا أنكر حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما الذي سأستفيد من هذا الإنكار؟ ولا شيء صدقني، فقط تشويش. وهذا هدف زرعه أعداء الإسلام للتشكيك بالقرآن، لما عجزوا عن ذلك بدأوا بالتشكيك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. طيب، من يعص الله أي كلام الله في القرآن، طيب ورسوله. اليوم أنا أريد أن أطبق هذه الآية اليوم لمن ينكر بعض أحاديث النبي، أنا أريد أن أطبق هذه الآية اليوم. أعتبر أن الله يخاطبني يقول لي ومن يعص الله، أي أوامر الله في القرآن، ورسوله. طيب كيف أنا أعصي رسول الله والرسول غير موجود الآن؟ أنا أعصيه من خلال تكذيبي بأحاديثه عليه الصلاة والسلام، لأن القرآن لم ينزل فقط للصحابة. يعني هذه الآية لا تخاطب فقط قريش أو العرب أو الفئة الذين كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، من كان يعصيه في حياته يعني، لا، هذه الآية تخاطبنا نحن اليوم. ومن يعص الله ورسوله، وأطيع الله ورسوله، كيف أطيع الرسول اليوم إذا لم يكن هناك أحاديث صحيحة؟ كيف أطيعه؟ إذن هذه الآية لا يمكن تطبيقها اليوم، وهذا محال، لأن القرآن صالح لكل زمن ومكان. لذلك أخي الحبيب، الأسلم والأفضل ألا تكذب أو ترد حديثا صحيحا للنبي عليه الصلاة والسلام، وبخاصة أنه لا فائدة من هذا الإنكار. يعني إنسان أنكر المعراج، طيب ماذا استفدت؟ ولا شيء. هل كسبت مالا؟ هل طورت نفسك علميا؟ هل زاد إيمانك بالله؟ هل زاد حبك للنبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني عندما أنكرت أن النبي عرج إلى السماء في رحلة كونية، أراه الله آيات كثيرة، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفتمارونه على ما يرى؟ طيب أنكرت المعراج، أعطني فائدة واحدة فقط. هل زاد حبك للنبي؟ هل زاد إيمانك بالله؟ هل زادت ثقتك بالله أكثر؟ ولا شيء. من هنا أخي الحبيب، مثل هذا الخطأ البسيط الذي يقع فيه الكثيرون ينبغي أن ننتبه له جيدا، لأنه قد يوردنا في النار. ومن يعص الله ورسوله فإن له ماذا؟ نار جهنم خالدين فيها أبدا والعياذ بالله. القضية الأخيرة، وهناك قضايا كثيرة ولكن هذا أحبب الأخطاء الأكثر شيوعا يعني، والتي معظم الناس يغفل عنها، قضية نسيان لقاء الله. يعني اليوم اذهب إلى 100 شخص وقل له رتب لي أولوياتك، في أولوياتك
يقول لك التعليم، الأسرة، الأولاد، العلاج، المال، الكذا، البيت، الكذا الكذا، السفر. طيب أين لقاء الله؟ يجب أن يكون لقاء الله على رأس القائمة. أول هم لك ينبغي أن يكون ما هو؟ لقاء الله عز وجل. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. هذه الآية تقال لأهل النار في سورة الأعراف وهم في نار جهنم. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا. وتذكر لقاء الله يبدأ بتذكر الموت. أكثر من ذكر هذه من اللذات، أكثر من ذكر الموت من ذكر لقاء الله، لأن هذا الأمر سيخفف عنك مصائب الدنيا ومشاكل الدنيا، وسيجعلك صدقني أكثر سعادة، أكثر قوة، لأنك تستمد القوة من الملك عز وجل وليس من فلان وفلان. فأنت قوي بإيمانك بالله ولقائه وأنه قريب منك. فجهز نفسك في أي لحظة للقاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يجنبنا هذه الأخطاء جميعا، وأن نكون من الذين قال الله تعالى فيهم. وهذه الآية أرجو أن نحفظها جميعا، يعني هي بشرى. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.